طيب شباب، اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالفلاسك. تمام، الفلاسك هو عبارة عن فريم وورك لتطوير صفحات أو تطوير تطبيقات الويب. تمام، فلاسك، نعم، مش نفس الإشي، لا فريم وورك تاني. طيب احنا سابقا كنا نكتب تطبيقات على سي ال اي، على الكوماند لاين انترفيس فعليا. تمام، في السي ال اي كنت عندك على البي سي او اللابتوب تبعك تكتب البايثون كود وبنشغله على السي ال اي، حتى لو كنت تشغله على البي شارب. انت في عندك في البي شارب تحت كونسول بتشغله بتشوف فيها النتيجة، هذه كلها عبارة عن كوماند لاين انترفيس. الآن في تطبيقات الويب الوضع بيختلف، بدها تستخدم بروتوكول ستاندرد معتمد HTTP، لأنه أنت بدك تعمل تطبيق بده يشتغل على الويب، ما دام بده يشتغل على الويب بدك تستخدم بروتوكول معروف وستاندرد ومعتمد زي ال HTTP، لأنه موجود عند الكل ومش محتاجين إنه هم يعرفوا شغلات جديدة عشان يتعاملوا مع هذا البروتوكول، فبالتالي إنه خلص كل البراوزرز وكل الويب سيرفرز تدعم هذا البروتوكول، فبالتالي هذه شغلة مهمة إنه أنت تعمل تطبيقات الويب تبعتك إنه تشتغل على بروتوكول ستاندرد. في تطبيقات الويب بيكون في عندك طرفين، الكلاينت والسيرفر. زمان إنه أنت في تطبيقات السي ال اي إنه أنت عندك جهاز واحد البي سي أو اللابتوب. تمام، هنا أنت في عندك طرفين، عندك الكلاينت عادة بيكون بيستخدم البراوزر أو المستعرض. تمام، وعندك السيرفر، فعليا السيرفر بده يكون في عليه بايثون كود. تمام، بالإضافة إنه إحنا حنخلط مع HTML، حنخلط مع CSS كاسكيد ستايل شيت، وحنخلط مع جافا سكريبت. هدول كلهم مكونات الويب أبليكيشن. هذا ستاتيك بيج، ستاتيك بيج، خلص صفحات ثابتة وانت بتعرضها انه السيرفر بيعرض لك اياها. لكن لما احكي لك ويب ابلكيشن، لما احكي لك ابلكيشن معنى ذلك انه في لوجيك، في حسابات، في بزنس لوجيك، في انه بده يجيب لك معلومات من داتا بيز، بده يعمل لك حسابات معينه، يعمل لك الافرج تبع الطلاب ويعرض لك اياه. هاي الشغلات اشياء ما بتقدرش تسويها لوحدك، فبالتالي انت محتاج انه انت تستخدم مع ال HTML لغه ثانيه زي PHP، بايثون، جافا، سيرفلت، بغض النظر. تمام، فبالتالي احنا على الويب اللي بدي اوصل لك اياه انه احنا ما بنقدرش نكتب كود بايثون بيور، فقط كود بايثون، لا، لازم تخلطه مع ال HTML مع CSS والجافا سكريبت. كيف بيتم التعامل او التفاعل؟ من خلال ريكويست، الكلاينت بيبعت ريكويست للسيرفر والسيرفر بيعمل ريسبونس، ريكويست ريسبونس. تمام، فانت بتطلب صفحه معينه، هذا ريكويست، هذا هنشوفه الان في البراوزر، حورجي لك المسجز هذه هي الريكويست والريسبونس، والسيرفر برد عليه، تفتح الصفحه الرئيسيه تبعت الجامعه، هذا ريكويست، الريسبونس بروح برجع لك الصفحة هذه في ريسبونس. في صفحة الجامعة رحت ضغطت على رابط فرعي، الضغط على رابط فرعي هذا ريكويست جديد، الريسبونس بروح بجيب لك الصفحة الفرعية وهكذا. تمام؟ طيب عشان انه انت تطور تطبيقات على الويب في عندك خيارين، يا اما انه انت تطوره من الصفر سكراتش، فروم سكراتش. إن أنا مفتعش، إن أنت أقطع مثلا الـ HTML CSS، عملت static على البراوزر أو على الـ السيرفر، نعم، من غير ما يكون في عندي لغة برمجة. نعم، في هذه الحالة الصفحة بتكون static. إيش يعني static؟ ثابتة، بس إنه مجرد بعرض صفحات HTML والcontents هذه بتتغيرش، المحتوى تبعها ما بيتغير. لكن أنت مثلا بدك صفحات HTML، تمام، وانه المحتوى تبعها انه هي يتغير، انه كل يوم مثلا يجيب لك خبر جديد، كل يوم راح يعرض لك صوره جديده، او يعرض لك الصور بطريقه انه معينه زي هيك، او انه مثلا تعمل حسبه معينه
تجيب معدل الطلاب والمعدل هذا تروح تعرضه على صفحة وترتبه كتيبل. تمام؟ فهي الشغلات انت لو بدك تسويها بلاش تعمل حتكون ثابتة خلاص تقدرش انه تتغير. بدك تغير بدك تضطر تعدل في الكود. لكن اللي احنا هنا بنسويه في التطبيقات الويب ابليكيشنز مع لغة برمجة غير الماركاب، يعني لو كانت بايثون او سي شارب او بغض النظر شو هي، تقدر انه انت تخلي الويب سايت تبعك دايناميك. ايش معنات انه دايناميك؟ انه الكونتنتس فيه متغيره حيويه. تمام؟ وهذا اللي احنا بدنا اياه. صفحات ثابته هذه مش قصه انه انت تطورها، لانه انت بس مجرد انه انت تكتب ال HTML وخلاص. حكيت بدك تعمل تطبيقات على الويب، في عندك خيارين. ممكن انه انت تبداها من الصفر من سكراتش، ساعتها بدك تكتب كل حاجه بنفسك، او بدك تروح باتجاه ثاني انه انت تستخدم فريم ووركس، اطر عمل او اطار عمل. الفريم وورك بيسرع تطوير التطبيقات يعني بشكل اسرع، فبالتالي انه زي كانه اعتبرها زي كانه مكتبه وانت بتستخدمها، فيها شغلات كتير جاهزه. تمام؟ طبعا في الفريم ووركس تعتمد على حسب لغات البرمجه، يعني في البايثون في عندك العشرات، في عندك فلاسك، جانجو، خيب، بيراميدز، بوتل، ويب، بي واي، وهي حاطط لك نقط غيرهم كتير. في البي اتش بي في عندك لارافيل، كودجنيتر، وفي اطر عمل مبنيه على هدول التنتين كمان، في كتير. تمام؟ طيب مين الاوسع انتشار؟ الفلاسك والجانجو. قديش؟ تقدر تقول تقريبا 50-50، يعني 50% من المطورين بيستخدموا فلاسك و 50% من المطورين جانجو. حيني جاي لك في الشرح يا استاذ، طول بالك شوي بس. تمام؟ طبعا هذه المعلومات حسب الاحصائيه تبعت جيت برينز. جيت برينز هي المؤسسه تبعت اللي عامله البي شارم والجيت برينز وكل الاي دي ايز هذه اللي انت تستخدمها في التطوير الابلكيشنز. فهي على حسب المطورين، سالت المطورين في احصائيه انه انتم ايش بتستخدموه للويب. تمام؟ فحددوا الخيارات تبعتهم، فحكيت لك انه تقريبا 50-50، مش 50-50 بالضبط، يعني 49-51 او 48-52 حاجه زي هيك يعني. تمام؟ فبالتالي انه هدول الاكثر شيوعا، فبالتالي خيارنا انه حينصب انه احنا نختار واحده من هدول. تمام؟ الان نيجي على فلاسك، خلينا نعرفه ونشوف الجانجو ونعرف الفرق بيناتهم. الفلاسك تعريفه انه هو اطار عمل مصغر لتطوير تطبيقات الويب. ايش الميزات تبعته؟ بسيط، تكتب ويب ابلكيشن شغله بسيطه، سهل الاستخدام، سهل التعلم. هذه الميزات كثير جذابه، انه انت يكون في عندك فريم ورك سهل انه انت تتعلمه، سهل انه انت تستخدمه، وفي نفس الوقت هو بسيط مش معقد. هل معنى البساطة وصورة الاستخدام انه انت بتقدرش تعمل تطبيقات على مستوى عالي على مستوى شركات او انه تكون سكيلابل متدرجة؟ لا، تقدر انه انت تحط المكونات البسيطة هذه مع بعض البلاج انز. تمام؟ وتركبها مع بعض تصير تعمل تطبيق معقد. وهذه على فكرة فلسفة في التصميم، فلسفة معروفة في التصميم. انت اعمل لي شغلات بسيطة شغالة كويس، بدك اياها تسوي شغلات اعقد ركبها على بعض. بدل ما انت تعمل لي شغله كبيره تسوي شغلات متعدده، لا، انا بقول لك بعمل شغلات بسيطه، كل شغله بتسوي تاسك واحده بس بسيطه. لكن لما تركبهم مع بعض، هذا بدي هذا، تقدر تعمل فيها تاسك معقده. فهذه فلسفه في التصميم موجوده، يعني مش انه اختراع او شيء، موجوده حتى في انظمه التشغيل زي نظام تشغيل اللينكس او اليونكس. الفلسفه تبعته في التصميم انه الكومبوننتس تبعته او المكونات تبعته بسيطه، لكن لما تركبها على بعض بتسوي شغلات اعقد. نعم. فبالتالي ركز في التعريف هنا على مايكرو ويب فريم ورك. مايكرو يعني مصغر،
تمام. هنا easy to learn simple to use، هاي اكثر شغله بتميزه. وحكينا الشغله انه انت ممكن انه انت تتدرج فيه وتعمل تطبيقات اكثر تعقيد. اما الجانجو في المقابل هو عباره عن اطار عمل متكامل لتطوير الويب. ايش معنات اطار عمل متكامل؟ انه في كل حاجه انت بتلزمك لتطوير الويب موجوده فيه بلت ان. لكن هذا في الفلاسك لا، في الشغلات الاساسيه تمام، بدك شغلات اضافيه بتروح بتركبها كبلاك ان، وهي بسيطه ولكن انه بتسوي لك وظيفه اعقد. هل معنى ذلك انه الجانجو صعب؟ لا، لكن بالمقارنه مع الفلاسك، بالمقارنه خلي بالك انه اصعب شوي في التعلم، او بنقدر نعكس الجمله بنقول لك انه الفلاسك اسهل في التعلم. فاحنا بدنا شغله انه احنا نتعلم عليها بسرعه وبسهوله ونستوعبها، وهي نفس المبدا، ما دام انت تعلمت على فريم ورك بتقدر تعمل سويتش او تعمل تبديل على فريم ورك ثاني بسهوله. بخصوص التنزيل لازم تنزله في البدايه، بتفتح الكوماند برومبت وبتعمل pip install flask. فلاسك اسم الويب فريم ورك اللي احنا هنشتغل عليه، لازم تثبته في الاول عشان تقدر تستخدمه. طبعا في الغالب انت ممكن تكون الكوماند هذه مش موجوده عندك او فيها ايرور بسبب انه انت مش عامل اعدادات للباث. كيف تتاكد؟ لو قال لك انه الكوماند نوت فاوند يبقى مشكله. عشان تتاكد انه برضه البايثون مضيوفه اكتب بايثون، لو جاب لك الشيل زي هيك يبقى مضيوفه على الباث. لو جاب لك كوماند نوت فاوند على كوماند برومبت، معنى ذلك انه انت في عندك مشكله في المسار تبع البايثون، انه انت بدك تضيفه على السيستم بس. تمام، كيف بدك تضيفه على السيستم؟ بتروح على كنترول بانل، وبدل ما تضلك تدور زي هيك وبتكتب هنا في السيرش سيستم، في عندك هنا من ضمن الخيارات edit system environment variables، افتحها. في عندك هنا environment variables، في عندك من ضمن ال variables هنا ال path، هذه لليوزر هو المستخدم الحالي، وهذه للسيستم. للسيستم معناها المقصود فيها لكل المستخدمين، بغض يعني انت لو الجهاز تبعك بيستخدمه اكثر مستخدم، فبالتالي انت لما تعمله هنا خلاص بينعكس على الكل. لكن انت لحالك بتستخدم الجهاز خلاص، بتعمل ايديت لهاي وبتشوف انت عندك انا المسار هيو موجود، هيو سلاش يوزر سلاش اسم المستخدم اب داتا لوكال بروجرامز، هذا المسار اللي موجود في البايثون. عشان تتاكد باخذ لك اياه زي هيك، هيو موجود هنا، هاي الاكسكيوتابل تبع البايثون تمام. فهذا المسار تاخده زي هيك. فانت اول خطوه ايش بدك تسوي؟ تحدد وين البايثون نازله عندك، تاخذ المسار تبعها زي هيك من فوق هنا نسخ تعلم عليه، وبتروح هنا بتعمل نيو تحت، ايوه بضيف لك، بتضيفه زي هيك تمام. ومش هذا المسار بس، بتروح هنا جوا في عندك مجلد فرع سكريبتس، تفتحه هيو في الكوماند بيب، البيب هي لازم يكون البيب محدد انه هو مضيوف على الباث عشان تقدر تستخدمه في التنزيل. فبتضيف هذا المسار هنا برضه نفس الفكره، بتعمل نيو كمان مره زي هيك فبتضيف. فبالتالي انت محتاج انه انت تضيف شغلتين، ايش هو؟ البايثون تمام، والبايثون سلاش سكريبتس. واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. بعد ما تضيفهم زي هيك بتعمل نيو نيو مرتين، تعمل اوكي ابلاي اوكي تمام. واذا انت كنت فاتح واحده جديده، اذا كنت انت اوريدي فاتح واحده بدك تسكرها وتفتح واحده جديده عشان تاخذ الباث الجديد، ساعتها بتقدر تستخدم البيب انستول فلاسك تمام. وين منازل البايثون؟ بنزل الباكجز تبعت الفلاسك.
وانت مش محتاج انه انت تغير عليه. انت بتستخدم هذا في البروجكت تبعك، في البروجكت تبعك تكتب الكود اللي انت بدك اياه. طيب حكيت بدنا نعرف ايش الهيكليه تبعت، بدنا نعمل اول مشروع، بدنا نعرف اول الهيكليه تبعت الفلاسك بروجكت. انت في عندك ثلاث شغلات، في عندك الكور دوت بي واي، هذه الحاله تبعتنا سمينا الابلكيشن اسمه اب دوت بي واي، تمام؟ هذا البايثون كود. في عندك مجلد اسمه تمبليتس، بيحتوي على ال HTML files او ال HTML templates. مش احنا حكينا انه احنا بدنا نخلط، فكل ال HTML بده ينحط في مجلد اسمه templates، خلي بالك من الاس، تمام. وفي عندك static، هذا برضو عبارة عن مجلد، عليش بيحتوي على الجافا سكريبت والايمجز، الشغلات الثابتة. static زي الجافا سكريبت والايمجز انه بتحطها هنا، تمام. طيب هل بالضرورة انه لازم يكون في عندك بي شارب بروفيشنال عشان تعمل فلاسك بروجكت؟ لا مش بالضرورة. الفكرة في الموضوع انه البي شارب بروفيشنال انه بيسهل عليك كتابة الكود بطريقة اسرع، بخليك بروتكتيف اكتر، يعني الانتاجية تبعتك بتزيد، تمام. لكن ممكن تستخدم البي شارب كوميونيتي، وانا بدي استخدم لك اديتور عادي جدا والسبلايم عشان اعمل لك بروجكت. فهنا بدي اروح على البروجكت هنا وبدي اسمي اعمل مجلد جديد. ما دام نزل على السيستم خلاص تقدر تستخدمه. نزل على البي شارب على الكوميونتي وعلى العادي بيشتغل، تمام. كيف على ايديتور؟ هاي بدي اورجي لك اياها. هاي عملت مجلد فاضي للمشروع، تمام. بعمل ملف فاضي، ملف الكود البايثون في هذا البروجكت، بس حنعمل كود بايثون، مش حنحط تمبليتس ولا جافا سكريبت ولا، بس انه بدي اورجي لك انه مشروع مبسط ممكن تعمله باي اديتور عادي. فبنفتح فايل جديد وبنسميه app.py، تمام. والاب هذا بنفتحه ب نعم شوف لي الان ايش خطوات كتابة فلاسك ابليكيشن او ويب ابليكيشن. خطوة رقم واحد، هيك واضح؟ لا معناها هيني بختار من الثيمز هيك، تمام؟ طيب يبقى أول خطوة إنه أنت تعمل import للفلاسك، يبقى from flask هاي الباكج اللي احنا نزلناها import flask الاف كابيتال، خلي بالك هذا عبارة عن class. ايش معنى جملة ايش؟ الأول استدعيناها، الثانية وين الأول استدعيناها؟ أنا بقول له من الباكج هذه اعمل لي امبورت، قبل إنه احنا نقول امبورت بشكل مباشر، لا هنا أنا بحدد له إنه من الباكج الفلانية بشكل محدد اعمل لي امبورت للكلاس هذا. رقم اثنين
اعمل لي فلاسك اوبجكت. بدنا نسمي الاوبجكت هذا اب بتساوي. كيف نعمل اوبجكت من هذا الكلاس؟ نعمل له بس انستانسيشن. قوسين فاضيات. طبعا هنا ممكن ادي للابلكيشن هذا اسم وبحطه هنا ماي اب. ممكن اخليه فاضي. بعد هيك حنتعود انه نعطي له شغله ثابته، حورجي لك اياها. تمام؟ بس هنا هذا اسم الابلكيشن، ممكن تخليه فاضي او ممكن تعطي له تسميه، او انه بدنا نعطيه في يعني فيما بعد انه نعطي له شيء ثابت وخلص نعتمد هاي الشغله. رقم ثلاثه، ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل ويب بيج، تنشئ صفحه. احنا بنعمل تطبيق وويب ابلكيشن، يعني مكونات الويب سايت انه عباره عن صفحات. فهنا مهم انه انت تعمل صفحه. كيف بدك تعمل صفحه؟ at app اللي هو هذا التطبيق dot root مسار، root يعني مسار، وبقول له مسار الصفحه هذه سلاش، اللي هي عباره عن ايش؟ الصفحه الرئيسيه. الصفحة الرئيسية، أنت لما تفتح أي ويب سايت بتلاقي إنه يعني الدومين هذا بعد الدوت كوم سلاش، هاي معناها صفحة رئيسية. علي صوتك. آت هنا هي هذه عبارة عن دايركتيف تعليمة بتقول له إنه أنا بدي أضيف صفحة للأبلكيشن هذا. تمام؟ بدي أضيف روت، وإيش الروت هذا؟ مسار تبعه سلاش. تمام؟ كيف؟ لازم نحط ايش؟ لا لا مش في الصفحات لازم نحط الاد، لكن ممكن في شغله ثانيه حورجي لك اياها كمان شوي، ممكن تستخدم الاد مباشره. في الصفحات اتعود انه احنا ما نستخدم اد. طيب، الخطوه الرابعه، عرف داله لهي الصفحة. define a function for the web page. هاي الصفحة اللي انت عملت لها سلاش لازم تعرف لها دالة. لازم كل صفحة مرتبطة في دالة. بدك تعرف صفحة تانية بدك تعرف دالة تانية. فلازم تحتيها مباشرة كمان. يعني هنا تحتيها مباشرة هذه comment، هنا بتقول def اسم الدالة بتختاره زي ما انت بدك. لكن يفضل انه يكون اسم الداله مرتبط باسم الصفحه. ما دام هذه الصفحه سلاش معناها هي الصفحه الرئيسيه، بنعرف اسم الداله هون. او اندكس، ممكن نحطها اندكس. تمام؟ في الداله هذه بنرجع نص بسيط بنقول له return hello from flask. الخطوه الخامسه، اعمل run print ايش؟ لا فيش print. print هذه على الشاشة على الكونسول. خلاص انسى لي اياها. هلا لقيت ايش؟ احنا نتعامل مع دالة مرتبطة مع صفحة، وهذه الدالة بترجع نص. حنشوف النص هذا وين حينزل. نعم. الخطوة الخامسة run in main. المين هذه مرت علينا سابقا، لما اف النيم بتساوي المين اعمل لي كذا، فبالتالي اف هاي وبكمل لي اياها. اف النيم هي المين، بدنا نعمل رن الابلكيشن، فبالتالي بنقول اب دوت رن. هاي انت استخدمت الاوبجكت مباشره واستدعيت فيه ميثود تعمل لك رن الابلكيشن تبعك. خلاص خلصنا. ممكن نحط هنا باراميتر اسمه ديباج. ديباج يعني لتصحيح الاخطاء، باج خطا، ديباج تصحيح الاخطاء. هو باي ديفولت فولس، احنا بدنا نحطه ترو بهذا الشكل.
يبقى مراجعة الخطوات سريعاً. أول خطوة import، ثاني خطوة نعمل object من الفلاسك، الخطوة الثالثة نعرف صفحة، الخطوة الرابعة نعرف دالة لهي الصفحة، الخطوة الخامسة نعمل run للابليكيشن. كيف بدنا نشغله؟ بنروح هنا، لا بدنا نشغل أول السيرفر. فبتفتح سي ام دي. شو اللي هذا الحين السيرفر؟ صحيح، بس أنا كتبت كود بس ما عملتش run. شو؟ دوت ران ككود، كتابة كود مش استدعاء، تمام؟ فبعمل سي دي على هذا المسار في المشروع تبعي، بعمل بايثون ايش اسم الكود تبعي؟ app.py. ايش بتلاحظ عندك؟ ظهر انه بشغل لك الفلاسك، ايش اسمه؟ هيو ماي اب. وين حطينا الاسم؟ في الكونستراكتور، تمام؟ هنا الديباج مود اون، وين بعمل ران؟ على HTTP نقطتين سلاش سلاش 127.0.0.1. لقيت هذا الاي بي، هذا الاي بي هو اللوكال اي بي، عشان هيك بكون على كل اجهزه نفس الشيء، لانه انا اصلا جهازي مش متصل بالشبكه حاليا، تمام؟ بس بدي استخدم الشبكه، فبتستخدم الشبكه المحليه تبعت الجهاز، العنوان تبعها بيكون ثابت، اللوكال اي بي تبعك بيكون ثابت 127.0.0.1، وانت لو بدك تعمل تستخدمه في البيت حيكون نفس الاي بي. في حال انه احنا خلصنا التطبيق وبدنا نحطه في البرودكشن، بدنا نحطه بالخدمه يعني، ساعتها لازم تستخدم الاي بي الحقيقي تبع الجهاز. بس هنا انت قاعد بتجرب وبتطور تستخدم اللوكال اي بي تبعك. طيب ال HTTP احنا اتفقنا عليها، قلنا انه احنا بنعمل ويب ابلكيشن على بروتوكول ستاندرد هو ال HTTP، والاي بي اوكي متفقين عليه. ايش في عندي هنا؟ نقطتين 5000 وهنا السلاش. نعم، ايش قصه ال 5000؟ هذا عباره عن البورت نمبر. ليش انا محتاج البورت نمبر؟ مش ملفات، تطبيقات. طيب يعني انت عندك هاي الكلاينت بيستخدم البراوزر، تمام؟ هل بيكفي فقط الاي بي عشان تصل لخدمه معينه على السيرفر؟ يعني بدك خدمه من جوجل، هل يكفي انه انت تعرف الاي بي تبع جوجل عشان انه انت تصل للخدمه هاي؟ وصلت للسيرفر، تمام، من خلال الاي بي، وقلت له لو سمحت انا بدي خدمه، قال لك اي خدمه انت بدك اياها، انا عندي ثلاث تطبيقات شغاله، اب 1 2 3. فكيف بدنا نحدد له التطبيق اللي شغال على السيرفر اللي احنا بدنا اياه؟ من خلال البورت نمبر. فبالتالي هنا بيكون اسوسيشن بين كل تطبيق وبورت نمبر، يعني اب 1 8080، اب 2 5000، اب 3 5002. فبالتالي هنا لما اقول له نقطتين 8080 معنى ذلك انه بقصد اب 1، لو قلت له نقطتين 5000 بقصد اب 2، تمام؟ طب هل احنا اصلا نستخدمها لما تفتح الجوجل والياهو والفيسبوك وكل هاي الشغلات؟ لا، هو بيستخدم الديفولت، واحنا متعودين انه الديفولت لو انت ما اعطيتوش خلص بياخذ القيمه الديفولت، زي الكونستراكتور في الاوبجكت اورينتد او الداله اللي لها ديفولت باراميتر، لو انت ما مررتوش خلص بياخذ الديفولت، لو انت مررته خلص بياخذ القيمه اللي انت مررتها. فبالتالي كل تطبيقات الويب بتستخدم الديفولت قديش البورت رقمه 80. فانت روح اليوم على البيت، او انه ممكن على يعني على جهازك هلقيت اتصل بالانترنت، افتح google.com/80 نفس الصفحه، بدون 80 برضه نفس الصفحه، فبالتالي هي الديفولت، تمام؟ واضح؟ كل تطبيقات ال HTTP 80. هكذا انت لو بتطور تطبيقات على الويب ومحتاج انه انت تاخذ بورت نمبر، اختار اي حاجه فوق ال 1024. اكتب لك اياها ملاحظه هنا، تمام؟ انه انت بدك تختار
1024. ليش 1024؟ لأنه أنت عندك التطبيقات المعروفة لا تستخدم من البورت نمبر أنه حاجزة بورت تحت الـ 1024. في عندك تطبيقات كتير، يعني على سبيل المثال HTTP هي حاجز 80، الـ FTP إيش حاجز؟ 2021، الـ HTTPS حاجز 403. فبالتالي أنت عندك بروتوكولز كتيرة ومحاجزة لغاية الـ 1024، فأنت عشان ما تعملش تعارض تختار حاجة فوق الـ 1024، تمام؟ طبعاً هذا البورت هيو 5000. كيف بدنا نفتح الآن؟ أنا مش شايف إيش التطبيق بيسوي، فكيف بدك تشوفه؟ على طول بدك تأخذ هذا زي هيك وتفتحه أنت عندك على البراوزر. كيف؟ ما هو اصلا الفلاسك هو في حد ذاته بيعمل لك ويب سيرفر وبيستضيف فيه التطبيق تبعك. الفلاسك فريم ورك هو في حد ذاته بيستخدم بيعمل ويب سيرفر وبيستضيف التطبيق تبعك. هو في حد ذاته سيرفر، تمام؟ لا ممكن تستخدمه مع سيرفر تاني زي ايش مثلا؟ هاي حطت لي اياه هنا ويزجي WSGI، تمام؟ مش موضوعنا هالجيت، يعني انت هذا ممكن تربطه مع سيرفر تاني، لكن هو في حد ذاته سيرفر وهي اللي بلزمنا، خلاص بلزمناش شيء اكثر. النتيجه وينها؟ شفناها على البراوزر. يبقى الداله اللي رجعت سترينج، السترينج هذا وين ظهر؟ هنا. شوف لي الكود ال HTML اللي رجع، فيو سورس. ايش شايف؟ كود HTML عادي. عندك HTML هيد، في البادي حط لك هلو فروم فلاسك. لا انت حتغير، ممكن احنا نعمل تطبيق ننشئ فيه اكثر من صفحه، هل كنت حعدل؟ والداله برضه بدنا نعدل فيها. حيعمل ريندر. هذا الشيء حنسويه. نعم. هيك انت بتخلط كود بايثون مع HTML. فهنا ايش بدي اسوي؟ هنا بدي اقول له ريتيرن، هنا احط له H1 نعم. ليش ايش؟ لا لازم تكون نفس، يعني نفس. ليه محطوط في السترنج اللي تكون برا؟ يعني ما فيش لازم تكون نفس جوات السترنج. حاجات اللي بيسويه انه انت بتبعت سترنج للبراوزر والبراوزر ياخده كنص عادي. هلقيت اذا في HTML tags بعملها ريندر. ايش يعني ريندر؟ هذه الكلمه حستخدمها كثير. معنى ذلك انه حيفسر لك ال HTML tags لفورمات التكست، نص منسق. فهو شاف H1 حيعمل لك النص هذا اللي بين ال H1 والتسكيلة تبعتها نص كبير هيدر، تمام؟ فكل ما يلاقي tags البراوزر بعملها ريندر. عملية الريندرينج هي تحويل ال HTML كود التاجز هذه اللي هي الباراجراف والليست ايتم والتابلز وكل هاي الشغلات، يحول لك اياها ل يعمل لك برزنتيشن لها. هاي مفهوم للريندرينج، انه يروح يفسرها ويطلعها كنص وصور منسقه. فهو لما يشوف زي هيك بعمل لك اياها ريندر. فهلقيت خلينا نحفظ كيف؟ هلقيت حنشوف. حفظت
كيف؟ البراوزر لما يستقبلها بيشوف في النص هذا في تاج بيعمل ريندر. طيب هو عشان انه انا بدي اعمل كنترول سي، طبعا هنا عشان انت توقفه بدك تعمل كنترول سي زي هيك، ونشغله كمان مرة. البراوزر وينه؟ طفيته المرة. تمام. هاجيت هنا شوف لي التاجز، شوف لي السورس. وين حطيت لك اياها؟ في البادي. فبالتالي هنا في البادي حط لك تاج اتش 1 هلو فروم فلاسك. طيب هاجيت هنا لاحظ ايش بسجل لك احداث هنا، ايش بيظهر انت عندك على الكونسول هنا؟ هذا الاي بي اللي طلب، تمام، في الوقت والتاريخ الفلاني. اعمل جيت للصفحه الرئيسيه السلاش باستخدام بروتوكول اتش تي تي بي فيرجن 1.1 والنتيجة 200. حجم ايش؟ لا، هذه اتش تي تي بي مسج كود، ولازم تتعود على الاكواد هذه عشان تعرف ايش المشكلة، لانه انت لقيت صرت مطور تطبيقات. فبالتالي هنا ضيف لي ملاحظات عندك هنا. اتش تي تي بي مسجز كود عندك 200 معناتها اوكي. اوكي معناه انه طلبك اوكي. الصفحة اللي انت طلبتها موجودة وبعتنا لك اياها. هاجيت هجيب لك. تمام؟ هاجيت احنا في التطبيق تبعنا افترض انه انا حطيت سبورت. احنا ما عارفين صفحة السبورت؟ لا. هو شو اسمه، عشان احنا عدلنا على الكود بيعملش في البي شارب، بروح بعمل هاي الشغله انه بشكل هوت، وبمعنى ذلك انه هو بعمل ريلود للابلكيشن بدون ما انا هايو عامل ريلود للابلكيشن مره ثانيه، بس مجرد انه عملت انتر. وهنا يفترض انه السبورت طيب خليني انتقل على البي شارب اسهل لي، لانه هنا الامور بس انت فهمت الفكره الان، انه الفكره انه اي اديتور عادي ممكن تعمل فيه فلاسك بروجكت، ما فيش داعي انه يكون في عندك بروفيشنال او اي اديتور عادي انه انت ممكن تستخدمه. هذا خليني اوقفه، بدي انتقل لك هناك ونرجع لموضوع ال HTTP messages. هذا بسكره زي هيك، تمام، وبدي اخذ هذا الكود. وهذا خلصنا البورت نمبر. لا لا لا، هيو بدي ارجع على البي شارب. السي ام دي بس عشان انا ورجي لك انه انت يعني ما فيش داعي انه انت يكون في عندك اديتور متقدم عشان او اديتور خاص تيجي تقول لي البي شارب اصله مش ظابط معي البروفيشنال. لا، الكوميونتي اديشن بزبط معك، تعمل بروجكت عادي وبزبط معك. طيب حاجات هنا، هاي بدي اعمل ملف عادي.
وهذا الابلكيشن هاي عملنا لصق هنا، هاي الخطوات مسجلة عندي. حقيت هنا الديباج بتصير انه انا مش محتاج اني اعملها هنا، بصير انه انا اعملها وين؟ هنا في الانفايرومنت. حقيت حورجي لك كيف. حقيت لما مررنا الابلكيشن هذا حقيت هنا في الكونفيجريشن بعمل الديباج، بعمل تيك عليها هذه، بحط تشيك. فبالتالي انه لما ارجع ريستارت للابلكيشن من هنا هيك اسهل لي اعمل ريستارت للابلكيشن. صار الديباج بتساوي 1 ترو، هاي الديباج اون، واي تغيير انا بعمله هنا ما فيش داعي اني اعمل ريستارت، هو اوتوماتيك بعمل ريستارت، بتريح. بالاضافه انه هو بورجي لك ايش الاخطاء بشكل. فبالتالي هنا الابلكيشن هذا اعمل عليه كليك زي هيك، ايوه شغال تمام. فتحت، نفتح صفحه السبورت، ايش بيجيب لك هنا؟ بيجيب لك اللوج انه انت عندك هذا الاي بي اللي طلب في هذا الوقت والتاريخ، عمل جيت للسلاش الصفحه الرئيسيه بروتوكول اتش تي تي بي. سكروا سكروا بالله الباب هذا، هاجت نرجع تمام. والنتيجه 200. اوكي، هاجت نطلب صفحه السبورت، اي سبورت هنا نوت فاوند، وهنا ايش جاب لي؟ 404. لانه الصفحه هذه هل احنا عارفين ايش عارفين؟ بس هنا بس الصفحة هذه معرفين. فبالتالي احنا عاملين تطبيق بس في صفحة واحدة، مش معرفين صفحة تانية، اي صفحة تانية مش موجودة. فبالتالي هنا بدك تضيف في الكود 404 انه not found. وهذه اكيد مرت عليك انت بتتصفح قاعد في الانترنت، تضغط على لينك معين بيجيب لك 404 تمام. فبتقول انت المطور تبع الصفحة هذه مش تمام. فبالتالي هنا قال لي انه الكود 404، الصفحة مش موجودة، وهنا مضيوف عندك انه 404 ندفع. هو هنا يعني الفانكشن او الودع هنا بنحطه، مش بعمل استدعاء ولا كده لا، انت لما تفتح الصفحه هذه هو اوتوماتيك بروح بيستدعي هذه الداله. نعم، مش بقول لك فريم ورك انه هو يعني بيسهل عليك انه انت تعمل الشغلات هذه. هاجي بدنا نفتح صفحه جديده، الصفحه هاي تفتح صفحة جديدة مباشرة، تقول app root تمام slash support. أجيب جيب لي كيف؟ نعم، بس لسه بدنا نكمل تعريف الدالة لها. def support كما لو هنا return how can I help. يعني ايه عارفك تفتح والديس بتاخد المكونات. نعم. احنا نطلع تمام. هاي اتش 2 اوكي ماشي. طيب ليش انا بسوي الشغله هذه؟ ما اكتب كود اتش تي ام ال اسهل لي؟ اكيد انت بخطر في بالك هذا السؤال. اه لا بس صحيح. اكيد انت بدك يعني تاخذ في بالك انه الويب ابلكيشن انه النتيجه لازم تظهر على صفحه اتش تي ام ال. فبالتالي انت بتسوي البزنس لوجيك تبعك، الشغلات اللي بتقدرش تسويها في الاتش تي ام ال، بتعمل الحسابات تبعتك، بتروح بتحلل، بتجيب مثلا الطالب اللي جايب اعلى علامه والنتيجه كيف تظهرها، بتروح تعملها ريندر في صفحه اتش تي ام ال تمام. فهذه الشغله حنشوفها، بس انا
بورجي لك الان الاكواد تبعت الخطا، انه انت هاي بتعرف اكثر من صفحه. كمان مره بقول لك انه احنا هنا في الويب ابلكيشن، انت ايش حتسوي؟ هتعمل الحسابات تبعتك او البزنس لوجيك تبعك، تمام؟ والنتيجه بدل ما تعملها برنت، برنت هذا سي ال اي، بدك تبعتها على صفحه اتش تي ام ال. صفحه الاتش تي ام ال فبنقول له خذ اعمل لي اظهر لي النتيجه هذه في قالب اتش تي ام ال. فبالتالي الكونتنت تبعتك متغيره لانه انت كل مره بتبعت له شغله جديده، فبتحطها في قالب اتش تي ام ال، تمام؟ هنا بس انا بوضح لك مفهوم انه البراوزر عاده كل شيء بيصله بعمل له ريندر، لو كان في اتش تي ام ال تاجز بعملها ريندر. خلص هيك البراوزر انه الوظيفه تبعته يعمل ريندر لصفحات اتش تي ام ال. الان لو انت عملت استدعيت السبورت في اللوجن والباسورد، ممكن يعمل اختراق كيف؟ في مثل حورجي لك كيف انه انت تفتح الصفحه بدون ويب ابلكيشن وباستخدام ويب ابلكيشن. حكيت حورجي لك اياه، تمام؟ فهنا بحكي لك هاو كان اي هيلب يو. حكيت اللي بدي اعطي لك اياه الان انه احنا بدنا نفتح صفحه ثالثه. يبقى التطبيق تبعي لغايه الان فيها كم صفحه؟ صفحتين، وهي بدنا نعمل الثالثه، تمام؟ بدنا نعمل اب الصفحه هيلب. ماشي نعم. كيف؟ اللي بعد مالها؟ روت؟ روت انت عبارة عن مسار لصفحة. مسار الصفحة ايش هو؟ سلاش هيلب. تمام؟ نعم. وهجيت هنا بدنا نعمل امبورت لشغله جديده اسمها ريندر تمبليت. نعم، هذه عباره عن داله. الداله هذه تعمل لك ريندر لصفحه اتش تي ام ال. فبالتالي هنا بدل ما انت تعمل يعني ريتيرن لنص زي هيك، فبتقول له هنا ريتيرن ريندر اتش تي ام ال اللي هي اسمها هيلب دوت اتش تي ام ال، تمام؟ يبقى هنا الجديد انا عندي بدل ما نعمل ريتيرن لسترينج عملنا ريتيرن لصفحه اتش تي ام ال، عمل لي لها ريندرنج، عملها ريندرنج وبعتها ل الكلاينت. هورجيك وين المفروض تكون موجوده. هلقيت بس بدي اورجي لك الخطا. انا بدي انا متعمد انه انا اشغلها وهي مش موجوده لسه، تمام؟ عشان تشوف الخطا، في عندك خطا جديد، تمام؟ فالان احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح هنا ونفتح الهيد. you are not connected. اجيت طيب كمان مره. ايش طلع معك؟ exception template not found، تمام؟ يبقى هنا template not found اللي اسمه help.html. انت بتقول لي اعمل render لhelp.html والملف هذا مش موجود، وشوف لي الايرور هنا 500. فبالتالي انت في هذا الوقت هذا الاي بي عمل طلب في هذا الوقت والتاريخ لا سلاش هيلب، والخطأ كان 500. فبالتالي هنا بدك تضيف عندك 500 هو عبارة عن سيرفر ايرور. لا، في فرق بين انه مش موجود، الصفحة موجودة، هاي في سلاش هيلب معرفينها، تمام؟ بس في خطأ داخلي في السيرفر انه هو يفترض انه يعمل ريندر لصفحة اتش تي ام ال والصفحة هذه مش موجودة، فبالتالي هذا يعتبر خطأ داخلي في السيرفر. فال 500 غير ال 404، تمام؟
فبالتالي هذا السيرفر ايرور، وهذا ال 500 وممكن تشوف 503 هذا عباره عن اخطاء متعلقه بالسيرفر. تمام، بالضبط. يبقى هذا سيرفر ايرور. تمام، بنقول له اوكي انت كديفلوبر يفترض تشتغل بالاليه هذه. شفت تطلع ايش الخطا؟ اوكي 500، وهنا قال لك انه صفحه الهلب هذه مش موجوده. تمام، فبالتالي انه انت يفترض تعمل ديباج للابلكيشن تبعك بهذه الطريقه. انت كنت في البي شارب انه انت بتشغل وانه بتشوف ايش الاخطاء، في السطر الفلاني خطا. هنا بتقدر تشوف ايش الاخطاء وين، على البراوزر وعلى الكونسول هاي اللي تحت. تمام، فبالتالي الصفحه هذه وين بدنا نحطها؟ بدنا نحطها في المجلد اللي احنا اتفقنا عليه اللي اسمه تمبليتس. اي حاجه HTML بدها تكون في المجلد هذا، فبختار نيو وبعمل هنا HTML بيج. ايش اسمها؟ هيلب. في شيء انا مسح عندي هنا، اوكي ما فيش داعي تحط الاكستنشن لانه خلاص هو. نعم، طيب لقيت هنا روت. طيب تلاحظ انه عرض لي او حط لي يعني البادي تبع ال HTML، انه عندك التايتل والهيد والبادي. تمام، فبالتالي هنا بدك تحط انه التايتل انه مثلا هيلب بيج، وهنا في البادي ممكن تساله او تحط يعني كود HTML عادي. الكود ال HTML عادي يعني انه انا ممكن انسخ لك اياه من هنا زي هيك. تمام، وهنا بنقول له انه steps to make a flask project هذه في header 2 في h2. تمام، عمرت order list. تمام، ارقام list item. اول خطوه flask import، ثاني خطوه create flask object، تعرف داله. تمام، تعرف صفحه عفوا، بعدها تعرف داله لهي الصفحه، اخر خطوه run. تمام، فهي الصفحه صارت موجوده، صفحه HTML عاديه. تمام، الان لما تشغل يفترض يعمل لك ريندر لهي الشغله. بس نتاكد الان انه عمل ريستارت للسيرفر، وهنا ريفرش هاز نو اتريبيوت ترو، هو لسه ماخد اوكي بس نحفظ الرقم. بس تطلع انه الرننج اون هذا الاي بي بتعمل عمل لك ريندر لصفحه HTML. طيب هل الغرض انه احنا نعمل ريندر لصفحه HTML كمان مره؟ لا، ما بكتبها كود HTML عادي خلاص. تمام، فهنا بدنا نتعود انه بدي اعطي متغير، والمتغير هذا بدي اعمل له ريندر جوا الصفحه هذه. بدنا نعرف هنا متغير، هنا مثلا اسمه كونتاكت بتساوي على مين يتصل، على هنا انا عرفت متغير زي هيك. تمام، المتغير هذا بدي امرره للتمبليت وبده يعمل له ريندر جوا صفحه الهيلب. هورجيك وين. فهنا بدي اعطيه باراميتر اضافي، بدي اسمي المتغير اللي بدي اعمل له ريندر جوا الصفحه هذه جوا التمبليت، وبقول له انه كونتاكت بتساوي كونتاكت. الكونتاكت هذا عباره عن متغير موجود جوا صفحه الهيلب، القالب هيلب HTML، والقيمة تبعته هذه الكونتاكت. زي السيلف دوت نيم بتساوي النيم، والسيلف دوت اي دي بتساوي الاي دي زي هيك. تمام؟ هاجيت هنا صفحة
هنا بقول له في اتش 3 لاحظ انه انا اول ما عملت على طول سكر لوحده. تو كونتاكت سبورت سند ايميل تو، وهنا بدي احطها في باراجراف، وبدي اعمل رندر لفاريبل احنا اخذناه من هناك. ايش اسمه الفاريبل؟ كونتاكت. كيف بحطه؟ بحطه في دبل براكتس زي هيك الاقواس تبعت المجموعه كونتاكت. فهنا الصفحه كلها ستاتيك ما عدا هاي الكونتنت دايناميك. كيف اجتنا في الصفحه هذه؟ مررناها في داله الريندر هاي، تمام. الان هاي لو انا عرضتها كصفحه اتش تي ام ال عاديه لوكال، يعني مش برا السيرفر، ومش هيك وبس، هذه الكونتاكت اجتك زي ما هي، ما عوضش عليها بالفاريبل اللي انا اعطيته. صحيح. فبالتالي لا، انا بدي افتحها في الصفحه تبعتي عادي. هنا يفترض انه انا اعمل هنا ريفرش بهذا الشكل، حكيت الفاريبل هذا ممكن ان انا اغيره من هنا، من هنا، واحط مثلا ايو جي بدل ايو غازا، خلاص. فبالتالي انه التغيير هيعمل ريستارت للابلكيشن لوحده. لما عملت سيف، لو عملت ريفرش بتغير معه. تمام. وممكن تحطها في لينك. حكيت هذا المتغير انا من وين هجيبه؟ يا اما بجيبه من داتا بيز، يا اما انه انا باخده كباراميتر من داله، يا اما يا اما يا اما. تمام. واضح كيف تربيط الاشياء مع بعض؟ نعم. حكيت هنا في الريندر قبل انه احنا بس اعطيناها صفحه ال HTML لوحدها، فبعمل لك ريندر لصفحه ال HTML يعني انه خلاص وزي هيك. لكن هذه ما لهاش فائده كثيره بالنسبه لنا، بس انا اعطيتك اياها كمثال انه انت كيف تعمل ريندر لصفحه ال HTML. الفائده اللي انت ممكن تحصلها من داله الريندر تمبليت انه انت بتروح تعطي له قالب، تمام، وفي مكان معين في القالب هذا بدك تمرر له متغير. فانت هنا في القالب تبعك عباره عن صفحه HTML عاديه، كود HTML عادي، تمام، والمتغير اللي انت بدك تستلمه وتعمل له ريندر هنا بتحطه ببراكتس زي هيك. كيف حددت اسمه؟ هيو، انت قلت له هنا كونتاكت، يبقى الكونتاكت هذه عباره عن المتغير اللي موجود جوا الهيلب دوت HTML، والكونتاكت هذه هي الايميل الفاليو اللي انت عندك موجوده في المتغير هذا. نعم، تمام. فبهذه الحاله بعمل لك المتغير هذا بمرره للقالب، وبروح بعمل ريندر لصفحه ال HTML بما في ذلك القالب، بياخذ الفاليو تبعته. حكيت هذه الصفحه لو انت عرضتها بدون الويب سيرفر تبعنا، بدون الفلاسك ابلكيشن، البراوزر بعمل لك ريندر عادي، بس بيقف عند وين؟ عند الكونتاكت هذه، ما حدش مرر له حاجه، صفحه ستاتيك، فبعرضها زي ما هي. تمام؟ وهذا اللي احنا حنسويه في التطبيقات تبعتنا، احنا متعودين انه احنا دائما انه نعمل بروسيس ونطبع نتيجه، بروسيس ونطبع نتيجه. جيب لي اعلى اكثر كلمه لها على تكرار، اجمع لي رقمين، والنتيجه بنروح نبعتها على وين؟ على صفحه HTML. فبالتالي النتيجه هذه راح نبعتها للمستخدم كصفحه HTML، بس بدنا نعملها ريندر، يعني انه النتيجه هذه جوا قالب HTML عشان نبعتها للمستخدم. اخر مثال بشكل سريع،
انه ممكن نعرف دالة تاخذ باراميترز بهذا الشكل اب روت ونقول له هنا سم. هنا احنا صفحه جديده ولا ايش؟ صفحه جديده نعم. ايش الصفحه هذه؟ سلاش سم. بدنا نعرف دالة تمام، وبدنا نقول له انه الاكس هي عباره عن كيف؟ ممكن تعرف كلاس. نعم ثواني بس انه اخذ request.args. فعشان هيك انا في اول حاجه بدي اعمل import ليش؟ للريكوست. فهنا بنقول له انه من الريكوست اللي انا استلمته في ارج، هنا بقول له get اسم الارج هذا اسمه اكس. تمام، بس اتاكد انه تمام. والواي برضه نفس الفكره، بقول له هنا في واي والارجمنت هذا بدي اخذه من الواي، اسم الارجمنت واي، وبدي اخزنه في متغير واي. وهنا بدي اقول له return sum of، او ممكن اعمله زي هيك، زائد بتساوي، احط هذا الكلام في h2 عشان نخليها تكبر شوية. دوت فورمات اكس واي، وهنا الصم تبعهم هدول باخذهم سترينجز، فبدي اعملهم بارس لانتجر. اول انت اكس زائد انت واي، كيف؟ مش فاهم عليه. هنا الفراغ الاول اكس والفراغ الثاني واي، فبقول له انه اكس زائد واي بتساوي النتيجه. تمام، النتيجه هي عباره عن البارس تبع. نعم، هذا من الطلب اللي طلبه الكلاينت، مش هو اصلا عاده بيستلم انه طلبات. هيو get للهيلب بيج مثلا، هذا من الطلب اللي انت استلمته، خذ لي argument ايش اسمه x، وهنا argument ثاني ايش اسمه y. ده ممكن باسم التغير؟ لا أيش. نعم اي x واحد اي y واحد، وهنا x واحد y واحد x واحد y واحد. هدول انت حتمررهم في اليو ار ال، وهذا المتغير اللي انت حتخزن فيه. احنا لو قلت له بدل x نم 1 بدل y نم 2، بيمشي الحال. هل جيت x1 ولا لا؟ انا بدي ابين له انه مش بالضروره يكونوا نفس الاسم، يكونوا نفس الاسم زي ما كنت تعودنا انه سيلف دوت نيم بتساوي نيم. خلص بس عشان انه بزبط، اوكي ما مش خلاف. هنا سميت متغير اكس واحد واكس اثنين، فهلقيت اسم الدالة سم. خلينا نعمل ريستارت. فهنا بنعمل صفحة سم، هيك بيمشي الحال عادي ولا انه لازم اعطي له باراميتر؟ كيف بعطي له باراميتر؟ بحط علامة استفهام، الباراميتر الاول بتساوي 3 بالباراميتر الثاني and y. واضحة؟ فبالتالي ال URL عندك زي هيك.
واضح؟ فهذا اسم الصفحة. بدك تمرر باراميتر بتحط علامة استفهام. أكيد مر عليك أنت في الويب أبليكيشنز إنه باراميترز إنه في علامة استفهام، باراميتر كذا الاي دي بتساوي كذا. طب في باراميتر تاني، أول باراميتر هيو إكس بتساوي الفاليو، باراميتر تاني بتحط أند، في عندي باراميتر تاني اسمه واي بتساوي 4. تمام؟ فالآن لما تعمل انتر برجع لك انه 3 زائد 4 بتساوي 7. وين جاب الأربعة؟ نعم. المحاضرة الجاية ان شاء الله بدنا نشوف كيف بدنا نعمل ريندر للنتيجة هذه، بدي احطها في صفحة الشيمة.